بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى لقاء جديد من برنامج يسألونك عن الإنسان والحياة. نحن معكم على الهواء مباشرة طبعا عبر أثير إذاعة البشائر في هذا اللقاء الذي يمكنكم التواصل معه على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806. وأيضا يمكنكم إرسال أسئلتكم نصية على رقم الواتساب 76-64-99-19. ويجيب على أسئلتكم اليوم سماحة الشيخ زهير قوسان. تحية لكم مولانا. صباحكم الله بالخير. الله بالخير والعافية، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. طبعا تقدم من سماحتكم ومن أعزائنا الكرام بالتهنئة بولادة إمامنا الرضا سلام الله تعالى عليه. هذه الذكرى التي تصادف في مثل هذا اليوم. وللمناسبة سماحة الشيخ أبدأ بسؤال طبعا عن من وحي المناسبة. من وحي المناسبة طبعا، يعني عم تقول إنه هلأ سمعت شيء قول عن الإمام الرضا عليه صلاة الله وسلامه بيقول إنه إن الله أمر بالصلاة والزكاة وأمر يعني بأمور مترابطة مع بعضها، فمن مثلا صلى ولم يزكي لم تقبل الصلاة، لأنه أمر بأمرين مرتبطين ببعضهما البعض، فإذا جاء بواحدة فلا تقبل الأخرى. شو تفسير هالحديث لو سمحتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية أغتنم هذه الفرصة لتعبير عن الشكر لله سبحانه وتعالى أن وفقنا أن كنا من الموالين لرسول الله صلى الله عليه وآله ولآل بيته عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الرضا عليه السلام صاحب الذكرى وصاحب المناسبة، حيث يصادف في هذا اليوم ذكرى ولادته. وأتوجه إلى عموم المسلمين والمؤمنين والموالين بالتهنئة والتبريك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للثبات على هذا النهج القويم إن شاء الله. الإمام الرضا عليه السلام الله عندما تحدث عن هذه المقرونات الثلاث وذكر منها الصلاة والزكاة، ليس المراد من ذلك أنه إذا صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته، بمعنى تقع الصلاة باطلة وبالتالي يطالب بقضائها، وإنما قد يحرم ثوابها أو يقل ثوابها. وهذا الحديث إنما يريد منه الإمام عليه السلام الله أن يقول لنا أن الإسلام كل مترابط ومتكامل، يعني لا معنى لأن يكون الإنسان مسلما فيلتزم ببعض الفرائض ويعطل فرائض أخرى. نعم. فإذا أراد الإسلام الإنسان أن يعيش إسلامه كاملا متكاملا لابد أن يأتي بكل ما أوجب الله وبكل ما فرض الله ويجتنب كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعندما نتحدث عن الزكاة ونقول أن من صلى ولم يزكي لا صلاة له أو لا تقبل صلاته، بمعنى إذا كان عنده ما يزكى. أما أفرض إنسان ما عنده مال يزكى أو يخمس أو ما إلى ذلك، فهو يصلي ولا يزكي، فليس هذا مرادا بأنه أنا شو ساوي بحالي إذا أنا عندي ما عندي مال، أو المال اللي عم حصله أصلا بالكاد عم يكفيني لنفقاتي، فما في علي زكاة أصلا. فإذا أنا ما عم زكي، عم صلي بس ما عم زكي، يعني صلاتي غير مقبولة؟ لا. المقصود أنه من كان عنده مال
ووجبت فيه الزكاة ولكنه عصى ولم يقدم هذا الواجب وهذه الفريضة ولم يؤدها فلا تنفع صلاته. والوجه في ذلك أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ومن الفحشاء والمنكر ارتكاب المحرمات، ومنع الزكاة من قبل من وجبت عليه الزكاة هو منكر من المنكرات. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. بياخذ اتصال وبرجع سمح الشيخ للموضوع. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للزكاه والخمس، نعم، ما بعرف، يعني عندي سؤال انه اذا شخص كثير بيعمل اعمال خير، يعني يعني بيعطي كثير وهيك الفقراء ومين حوله مين بيقصده بيعطيه هو حتى بيبادر، بس يعني ما عنده مبدا انه هو بيحسب بالضبط قد ايه معه مصاري وخمس، يعني يمكن هو بيصرف مصاري اكثر من انه ال 20% يعني من اللي بيقوا معه مصاري الخمس، يعني بس انه ما بيحسب بس بيعمل كثير اعمال خير، هل هذا يعتبر انه هو عم بيزكي ويخمس؟ ما بعرف اذا واضح سؤالك. واضح واضح سؤالك. اهلا وسهلا فيك. عليكم السلام ورحمه الله. طيب منجاوب أختنا سمحة الشيخ طبعاً لحتى نرجع لهذيك الموضوع، إنه إذا واحد عم يعطي مصاري كتير ولكن مش تحت عنوان خمس وزكاة، هم عندما نتحدث نحن عند عن الخمس والزكاة وما إلى ذلك، نعم، هو نحن عندما نقول أن الخمس على فائض المؤونة أو فائض المؤونة، من جملة المؤونة هو ما يقدمه الإنسان في خلال السنة من هدايا وأعطيات يقدمها للناس، نعم، سواء كانوا من الفقراء أو هدايا يقدمها لبعض المقربين أو لبعض الأصدقاء أو ما إلى ذلك، نعم، فلابد أن يلحظ في نهاية عامه وفي نهاية سنته إن فضل عنده شيء مما كسبه خلال العام أو لم يفضل عنده شيء. فإن فضل عنده شيء مما كسبه خلال العام بعد أن أنفق ما أنفق تحت أي عنوان من العناوين أنفقه، فإن فضل عنده شيء فلابد أن يخمس هذا الفاضل وهذا المتبقي حتى لو كان قد قدم بعض المساعدات لفقراء ومساكين لهن نفس مصدر ومصرف الخمس أو الزكاة. هو هيك إيه؟ فلا بد أن إنه يحاسب لا نفسه. يعتبر سمح الشيخ إنه أنا عم بدفع صحيح. خمس ممكن للإنسان ممكن للإنسان أن يحتسب ما ينفقه في بعض الموارد من الخمس سواء من سهم السادة أو من سهم الإمام، يمكن له ذلك خلال السنة فيما بعد شيخنا ولا لا؟ لا لا أنا خلال السنة حين الأمر خلال السنة خلال السنة أنا جاءني كسب معين وجاءني مورد من موارد صرف الحقوق الشرعية، نعم، وأخرجت جزء من مالي الذي كسبته إلى هذه الجهة فقراء مساكين صحيح. مشروع خيري أو ما إلى ذلك لهن موارد صرف الخمس والزكاة وما إلى ذلك، نعم، واحتسبت هذا المال من حين الدفع حين الدفع آه، فيمكن حينئذ أن نحتسب ذلك. طيب لا إذا أنا دفعت أني هالمال وما ملتفت إجاني فقير أعطيته مصاري خلاص آخر السنة شو باقي عندي بدي خمس هذا الباقي آه. لأنه هذا الباقي سواء أنا كنت دفعت أو لم أكن قد دفعت هذا الباقي لابد من تخميسه على كل حال ولكن كل الأمور التي دفعتها أنا للفقراء فيما قبل ولم أحتسب ذلك خمسا فلا تحتسب لا تحتسب. هلأ بيجي نحن بنحكي عن موضوع الزكاة أنه كيف بيصير إنسان عنده صلاة وما مقبولة لأنه والله ما زكى أخل بالزكاة إيه لأنه هون الباب وين عدم المقبولية مش انه عدم المقبولية يعني بيقول لك لابد ان تقضي هذه الصلاة لا عدم المقبولية يعني انه انت كأنك ما صليت ما لك ثواب
سقطت من ذمتك وفرغت ذمتك من هذه الصلاة ولكن لا ثواب لك عليها. لماذا؟ لأنك تطيع الله في جانب وتعصيه في جانب آخر. نعم. فمعناتها أنت عم بتعمر من جهة وعم بتخرب وتدمر من جهة أخرى. عم بتعمل حسنة هون وعم تعمل سيئة عم تحرقها. يعني مثل جانب آخر. اللي بتلبط الحليبات وبتطلقهم يعني. هذا المقصود من الروايات، أنه يعني الروايات تقول لي أنه الإسلام لابد أن يكون كل مترابط. نعم. عموما سمعت الشيخ عن وقت اللي بنحكي عن الزكاة، هل المقصود في مصطلح الزكاة اللي بيتعلق فيه في بعض الأموال، ولا لا الزكاة هو الدفع الواجب من المال؟ يعني هو تارة نتحدث عن الزكاة كمصطلح فقهي خاص بضريبة معينة فرضها الله سبحانه وتعالى. نعم. وتارة نتحدث عن الزكاة بمعنى الإنفاق بشكل عام وبشكل مطلق، حتى يشمل الصدقة المستحبة وما إلى ذلك. فهون حسب مورد الذي ورد فيه المفردة، نفترض الآية الكريمة أنه أمر بالصلاة والزكاة، أمر بالصلاة والزكاة على نحو العموم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بأداء هذه الحقوق، يعني إخراج المال المستحب، إخراج المال فمنه أيضا بالخمس يعني نحو من الأنحاء، إنما الصدقات يعتبر للفقراء والمساكين. فهون طبعا لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن مصطلح الصدقات لم يقصد فيها الصدقة التي تشمل الصدقة المستحبة، وإنما عنا بذلك الصدقة الواجبة وهي بمعنى الخمس والزكاة. فإذا حسب مورد المفردة في الآية أو في الرواية فبدنا نشوفها إلى ما تنصرف، هل تنصرف إلى خصوص هذا الواجب المالي الخاص الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في بعض الأموال وضمن شروط معينة، أم يقصد الإنفاق بشكل عام. ولذلك الإمام علي عليه السلام الله يذكر مسألة أنه المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يزكو مأخوذة من الزكاة، يعني ينمو يزيد. طيب عم تقول شيخنا انه انا عادة يعني بطلع مال، مثلا عندي شغل مشتغل بموسم، نفترض نشتغل بالصيفية بصرفهم بالشتوية، بصرف على البيت بصرف على الأولاد. سألتكم مرة يعني سألت حدا عبر البرنامج، قال لها ما دمتي عم تدفعي انت بالبيت عم تصرفي على الاولاد ما بيطلع لك خمس، فهل هالشي مزبوط؟ يعني هلا انا خفت بموضوع انه اللي ما بيدفع زكاة وحديث الامام الرضا، انا ما بعرف شو سائلة وشو مجاوبينها. نعم. سأنا احكي بشكل عام، الانسان ما له علاقة ان كان بينفق او ما بينفق لحتى نقول بيوجب عليه خمس ولا بيوجب عليه خمس. نعم. الخمس انما يجب على ما يفضل من المؤونة، مما يكسبه الإنسان بعد أن ينفق ما يحتاج إليه من نفقة. يعني أنا الآن لما بكون عم بشتغل وعندي كسب معين، عندي دخل معين، سواء كان من تجارة أو صناعة أو زراعة أو أي وسيلة من وسائل التكسب، طبيعي أنا خلال هذه السنة لما حددت أنا بداية الاكتساب اللي منعبر عنه برأس السنة الخمسية. نعم. أنا بهذا العام بهذا اليوم من هذا الشهر من هذه السنة بدأت بالتكسب، فبعتبر هذا هو رأس السنة الخمسية. فأنا خلال هذه السنة عم بكسب مال، عم يجيني أموال، عم يجيني من بيع من شراء من تأجير من عمل بالزراعة عمل بالصناعة بأي نحو من الأنحاء عم بكسب أموال، وشي طبيعي أنا خلال السنة عندي نفقات على نفسي وعلى من أعول إن كان عندي عيال. نعم. وأحتاج إلى تقديم بعض الهدايا في بعض المناسبات أو ما إلى ذلك، يعني من نفقات وما تتطلبه طبيعة الحياة. فالمهم أنا أن آتي إلى رأس السنة وأنظر هل بقي عندي شيء
مما اكتسبته خلال هذا العام بعد أن أنفقت ما أنفقت وما احتجت لإنفاقه، سواء كان من النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة أو على الأقل النفقة المباحة. نعم. فإن بقي عندي شيء فهذا المقدار الزائد لابد من تخميسه، ولا علاقة لذلك إنه والله أنا بنفق أو ما بنفق. يعني الخمس مش فقط على الأشخاص اللي بيكسبوا وما بينفقوا، وإنما الملحوظ هو إن فضل شيء مما اكتسبه الإنسان يعني زيادة عن ما احتاجه في النفقة يجب تخميس هذا الزائد، يعني إن لم يزد عنده شيء فلا شيء عليه. يعني إذا مثل ما عم تقول إنه هي عم تشتغل بموسم مثلا بالصيف وبتصرفهم على البيت كمان بموسم الشتاء، فما عم يضل شيء أكيد خلال هالسنة لبين محل الموسم الجديد، صرفت كل شيء أنفقت وأصلا ما زاد عنده شيء لحتى نقول له يجب عليك الخمس. نعم. كمان معي اتصال، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك إن شاء الله. لو سمحت مولانا بدي أسألك. تفضل. في أخت متزوجة من شخص سني فعم بيحكوا لها أنه بما أنه في اختلاف بالطهارة وبالوضوء وبالصلاة أنه ممكن تكون صلاتها غير مقبولة، أو فيك توضح لنا أكثر عنها؟ هي على أي طريقة بتصلي؟ هي بعدها على الطريقة الشيعية يعني. خلص بعد. بس بدها تعرف كرمال حكم الطهارة بالبيت مثلا عن الوضوء هالمواضيع كلها مثلا. ماشي ووجه الخلاف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. إذا اختلفنا معقول أولا مسألة جذريا يعني؟ لا لا لا، ما لها علاقة، يعني ما نعتبره متنجس إلا إذا في بعض الأشياء مثلا عند المذهب الآخر لا يعد من النجاسات وعندنا يعتبر من النجاسات، فعليها هي أن تلتفت إلى هذه المسألة. أما من حيث المبدأ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وبالنسبة للطرف المقابل إذا هو على مذهبه ويتوضأ بالطريقة التي يقول بها مذهبه فهو مسؤول عن نفسه ولا يؤثر على الطرف المقابل على شريكه. نعم. نعم، بالنسبة للأعيان النجسة إذا كان في شيء يعتبر من الأعيان النجسة عندنا ويعتبر منجسا ويتحقق به التنجس عندنا ولا يعتبر أنه ينجس عندهم، فعليها أن تراعي هذه المسألة وتلتفت إلى هذه المسألة فقط. عموما في شيء طاهر عندنا وعنده شي. النجس او نجس بالغالب ما يعني اذا في ما. بس شيء بسيط يعني بس ما معروفه، يعني النجاسات المعروفه عندنا وعندهم معروفه يعني ما في مشكله. نعم. عم يقول شيخنا انه دائما نسمع انه الفاتحه الى ام البنين وما عم بعرف من هي أم البنين. يعني المقصود أم البنين هي إحدى زوجات الإمام علي عليه السلام الله، وهي أم العباس. يعني أم العباس وسميت بأم البنين، وكان حسب بعض الروايات أنه كان يحرص الإمام أن يعبر عنها بأم البنين حتى لا يناديها بفاطمة، لأنه اسمها فاطمة على اسم الزهراء، على يعني اسم السيدة الزهراء، فلأنها أنجبت له صبيان ولم تنجب له إناث فكان يعبر عنها بأم البنين، يعني أم الذكور أم الصبيان. وليش نبعث لها الفاتحة؟ يعني بيعتبروها امرأة لها يعني مكانة خاصة أو ما إلى ذلك، فبيندروا لندورات وبيعملوا مأدبة اسمها مائدة أم البنين ولا مواصفات خاصة وكذا، ولكن هذا كله لا أساس له. يعني وما ذكر من بعض المرويات فيه ما فيه من التأمل. نعم. ولكن على العموم هي امرأة صالحة، امرأة مؤمنة، امرأة كانت محبة جدا للحسن والحسين وللسيدة زينب عليه السلام الله، وكانت تحرص يعني على رعايتها، قدمت أولادها كلهم تقريبا في معركة كربلاء. هذا يعني امرأة كانت على قدر من الإيمان والتقوى والإخلاص لهذا البيت، بيت الإمامة، بيت النبوة. نعم. فلها علينا أن نحترمها ونجلها، أما أنه نجعل لها أعمال مخصوصة وما شابه ذلك فهذه الأعمال لابد لإثباتها من دليل يثبتها، ولا دليل يمكن يعني الاعتماد عليه مبدئيا وقت نقرأ لها الفاتحة فحبا لها وتقديرا لموقفها تقديرا لمواقفها النبيلة التي وقفتها في حياة أمير المؤمنين عليه السلام الله وبعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام الله مع الأئمة عليهم السلام. نعم.
كمان مع اتصال. تفضلوا. الو. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله. في سؤال نسيت أسأله. تفضلي. لا إذا الشخص اللي عايش برا، أنا عايشة برا ومعاشي يعني بدفع تقريبا 40% أو أكثر شوي 43% كتاكس الضرائب. نعم. هلا هذا الشخص اللي عايش برا وبتعرف يعني عنده كتير مصاريف غير أجار، يعني بلبنان إنه بدل عنا مثلا البيوت ملك إلنا وهيك، هيدا الفائض اللي عنده المصاري إنه إذا خمسه يعني كمان ما يقدر يعمل سيفينجز ولا يقدر يعني عرفت كيف يدخر. فما بعرف إنه بعرف يمكن حتقلي إنه whatever the case لازم واحد يخمس، بس أنا ما بعرف العدل هون إنه اللي بلبنان عم يفيد معه مصاري وعم يقدر يدخر ويعمل خمس. الله يبشري في الخير بلبنان عم بفيد معه مصاري. هلا في كتير عالم ما عنده غيرات. ماشي أهلا وسهلا فيك. يلا هيدا سؤالي. عم تسمعينا؟ طيب. ايه اكيد. طيب. يلا حرجع اسمع. طيب. يلا سلام عليكم. السلام. انه فيش عدل شيخنا، انه اللي عايش برا مثلا عم يدفع اكتر من 40% او 20% ضرائب، وانه اللي قاعد بلبنان ما عم يدفع ضرائب، هو لازم يدفع ضرائب. لا هو بغض النظر، هو في كلام يعني بين العلماء حول مسألة انه ما يدفع من الضرائب في بعض الدول. وهناك بعض المسائل التي وجهت إلى سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه وموجود في المسائل الفقهية. نعم. إنه في بعض البلاد جزء من هذه الضرائب تذهب إلى بعض الجمعيات والتي يصدق عليها أنها مصرف من مصارف الخمس، فهل يمكن لنا أن نحتسب جزءا من الخمس من هذه الضرائب أو لا؟ فطبيعي إذا علمنا وتيقننا أنه فعلا هذه الضرائب جزء منها يذهب أو بعضها أو مقدار معين يذهب، وكان نحن فينا نساهم بهذا، يعني أجاز لبعض الأشخاص ممن كانوا قد استفتوه وسألوه أن يحتسب جزءا من الضريبه. بس في هذا الشرط شيخنا انه نعرف انه عم يروح يصرف فيما يصرف فيه الخمس. مش انه والله يروح لمسائل ثانيه ما لها علاقه بمصارف الخمس، ما لها علاقه بموارد الخمس. هذا جانب، لكن بالمحصله انه اليوم ما دام الانسان يفضل عنده مال شيء مال، فهنا نحن ما عم ناخذ كل الفاضل، ما عم نقول له بدك تعطينا كل الفاضل حتى يقول انه اذا انا ما بقدر ادخر. يعني افرض انا بعد ما انفقت ما انفقت ضرائب واكل وشرب وغيره وقدمت ما ينبغي تقديمه. نعم. لما احتاجه في حياتي وفي. نعم. ادارة شؤوني. نعم. وفي نهاية العام فضل عندي مبلغ. نعم. فهذا المبلغ انا ادخره، فقيل لي انه نقتطع منه 20%، إذا بقي لي 80% هذه قابلة للإدخار. صحيح. فإذا هو يبقى له مجال للإدخار، ليس كما تتفضل الأخت السائلة بأنه ما بيعود في عنا مجال للإدخار. لا يبقى. هلأ نعم بدل ما أدخر 100 عم بدخر 80 بخير إن شاء الله. المهم الحمد لله. يعني أنا بذكر مرة أحد الإخوان عم بحكي معه مشان الخمس وكذا، قال ما عم بيزيد عنا شيء. تو حبيبي كيف ما عم بيزيد عندك شيء؟ انت لما بلشت تشتغل وتكسب كان عندك بيت ملك؟ قال لا. قلت له كان عندك سياره؟ قال لا. كان عندك كذا؟ قال لا. كان عندك كذا؟ قال لا. قلت له طيب هول من وين صاروا؟ قال صمت. قلت له اذا كنت عم تدخر يعني كان عم بيزيد. لو ما كان عم بيزيد ما كنت تقدر تتصمد وتشتري وتجيب وكذا. فاذا الشاهد انه نحن ما عم نقول له اعطينا كل ما فضل عنك، عم نقول له ادفع مبلغ معين وادخر الباقي. نعم. ولا اشكال في الادخار يعني. صح شيخنا. مدام الحديث عن موضوع الخمس عم يقول انه لو خمس الواحد مبلغ من المال ومثلا بقي المال المخمس ما صرفه للسنة الجاية، كيف بده يتعاطى معه؟ ولا شيء. مال مخمس ما في شيء، ما دام ما حصل عليه زيادة ولا حصل عليه شيء بيبقى على حاله. إذا هون عندنا رأس المال المخمس، رأس المال المخمس بيخرج من الخمس خلص. سنة ما بيتخمس مرة تانية.
حتى تاني سنة وثالث سنة ورابع سنة إذا بقي مثل ما هو ما زاد ولا نقص ولا شيء، وأنا هدول حاطوا عجاب ما عم بستعملهم يعني كأنما هالمال هذا خلص بمجرد أن طهر يعني أخرج خمسه صار طاهر وحطينا عجنة بضل كل العمر بضل مال صافي. بيقول هل يجب أن يكون ماء جاري في نهاية غسل الملابس في مرحلة الشفط والملابس طاهرة وليست نجسة؟ ظاهر بالغسالة يعني. لا، هو أساسا التطهير لا يشترط أن يكون تطهير بالماء الجاري. وإلا سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيوت وكذا أكثر الناس كانوا يطهروا بالماء العادي، يعني مش ماء جاري، يأخذوا بالإناء ببريق أو بوعاء معين ويصبوا على الشيء المتنجس ويطهروا، فما في ماء جاري. وخصوصا أنه عم تقول في مرحلة الشفط والملابس طاهرة وليست نجسة يعني. إذا طاهرة إذا طاهرة شو بدي طاهر شو؟ طاهرة الأساس طاهرة. كمان ربطا بالخمس والزكاة عم تقول شو الفرق بين الخمس والزكاة؟ ما هو الواجب أداؤه منها، علما أن أداء الزكاة وردت أكثر من مرة في القرآن الكريم والخمس ورد مرة واحدة، أليس هذا دليل أن الزكاة أهم من الخمس وهو الواجب؟ يعني كلاهما واجب، وكون أن الخمس ورد ذكره مرة واحدة في القرآن، ما قلنا تارة نتحدث عن عنوان الخمس وعنوان الزكاة ويقصد بها خصوص هذه الفريضة المشروطة بشروط معينة وقيود معينة، وتارة يقصد بالصدقة أو بالزكاة أو كذا عنوان الإنفاق بشكل عام تحت مسميات مختلفة. الزكاة يشمل أكثر من الخمس يعني كمفهوم مسألة عام. مسألة الزكاة في إلى مواردها والخمس له موارده. نعم. كمان بأخذ اتصال، تفضلوا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتكم؟ يا هلا. مولانا بالنسبة للهود الأزج اللي احنا بنضب للجامعة هلا بيبقى الـ250 والـ500 هلا يقال انه بينباع بالكسر، يعني نفترض اذا بيطلعوا كيلو يعني بـ500 ألف، البعض بيقول انه لا ما بيجز لك خلص 250 بيضل 250، بس احنا بدنا ننتج يعني مقابيلهم اذا كان بالامكان، يعني انه واضح واضح السؤال. اهلا وسهلا فيك. المساله الثانيه بس انه عندنا بالدين عندما البعض منهم بيقول هل لم تكن ذئبًا اكلتك الذئاب، واذا ما كنت انت مع الكبير ما بتصير كبير ومع الصغير ما بتصير صغير وما بعرف شو حكي من هلا نحن، واذا كان الواحد هيك مؤمن ملتزم هيك على نيته بيقولوا هيدا مشحر على نيته فقير وكذا، يعني كل هذا بيرتبط بأنه دين الأخلاق هيك بأنه لازم تكون بالقوة، لازم تكون إذا ما كنت ما تتعاطف مع الصغير إلا مع الكبير حاجة من هالشكل يعني. خير. أهلا وسهلا فيك. طيب بيع الـ250 والـ500 شوف تارة أنه هاي القطع الصغيرة القطعة النقدية الصغيرة لا تبقى لها ما يعني لم تعد متداولة، فهون نعم ممكن حينئذ إذا فعلا لم تعد صالحة للتداول وإنما صار يلحظ إليها من حيث كونها معدن معين مش بلحاظ قيمتها النقدية قيمتها المالية وإنما المعدن الذي تتشكل منه، إذا وصلت إلى هذا الحد فعلا شيء طبيعي، لأنه مثلا الآن إذا بدي روح لأي مؤسسة ما حدا بياخذهم مني، إذا بدي اشتري شيء خلص وبدي ادفع له ما بيقبل عدله والله عدد من الـ250 أو عدد من الـ500 وأعطيه قيمته، لأنه بيقول لك هاي خلص هاي ما حدا بياخذها، هون صار بدي الحظها كمعدن صحيح ممكن تنوزن أو ما شابه ذلك وتنباع بطريقة أو بأخرى، أما إذا لا
تبقى قابلة للتداول. هلا بعض المؤسسات أو بعض المتاجر أو بعض المصالح أو بعض المرافق ما بيقبلوها، لكن في مرافق أخرى بيقبلوها، ممكن نحن ناخدها للمصرف أو ناخدها مثلا لبعض المؤسسات نبدلها وبيتقبلوها وعادي. لا، بدنا نحافظ على قيمتها، وال250 تبقى 250 وال500 بتبقى 500، بعطيهم إياهم مثلا عدد معين بيعطوني بداله مثلا. إذا البنك مثلا شيخنا ورقية. إذا أنا بدي أروح على البنك وبدل هالمال ال 250 250، ولكن إذا أنا بعتها بالسوق كمعدن بتعطيني أكثر من 250، ما بيجوز. هلا هون ممكن إذا بتعطي أكثر، بس بالواقع ليس كذلك. بالواقع ليس كذلك عمليا. لا ماشي. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، كيف بدنا نتعاطى مع هالحياة؟ الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون قويا، وقد ورد في الحديث عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ولكن البعض قد يفهم القوة والضعف بشكل مغلوط. أن تكون قويا لا يعني أن تكون ظالما مستبدا جبارا. أن تكون قويا بمعنى أن تكون تملك عقلا يحسن التفكير والتخطيط. فرقت. أن تكون قويا بمعنى أن تملك عزيمة تعطيك الثبات وتعطيك الشجاعة في مواجهة الأمور. قد يكون من الشجاعة أن تتنازل عن حقك في موقف من المواقف. قد تكون الشجاعة أن تتغاضى عن إنسان آذاك. فإذا القوة نلحظها بمحلها. أن تكون قويا في وجه أعداء الله وفي وجه أعداء الدين وأعداء العقيدة الذين يريدون الأذى والضرر. أن تكون قويا في محافظتك على نفسك وعلى من حولك، أن تكون عزيزا، مش أن تكون كريما، أن نكون أقوياء كيفما كان. نقعد تحت عباية القوي لحتى نصير أقوياء. مش لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، يعني أنا والله من شان ما حدا يفترسني بدي روح أفترس الناس. لا، بعدين من القوة أن ترحم الضعفاء. صح. عم يقول شيخنا: ماذا لو أحدث المكلف وهو ما زال يغتسل غسل الجنابة؟ يعني هون في حسب تقليده، هلا بحسب فتوى سماحة السيد انه اذا احدث بالاصغر في اثناء الغسل يكمل غسله ويضم اليه الوضوء بعد ذلك. في اراء اخرى غير هيك شيخنا؟ ايه، في بعضهم بيقول لك لابد من اعادة الغسل مجدد. من الأول يعني، ويضم إليه عند الإمام الخميني عليه السلام الله يقول: يعيد الغسل من رأس بنية الإتمام والتمام. بدون وضوء ولا مع وضوء بالبعدين؟ لا خلاص، بيعيد بدون على أساس. وبعضهم بيقول لا، بيكمل وبيضم له الوضوء. نعم. بيقول: يا سيد الفاضل، نحن نرفع الظاهر ندفع من الراتب مبلغ معين ومن جمده لتجديد إقامات على مدار السنة حتى يجي الوقت ونحدد هل المبلغ هذا عليه خمس، ما هو أنا ضابطه للتجديد، فشو حكمه؟ والله طبيعي إذا كان تجديد الإقامة ضمن السنة الخمسية فهذا يعتبر من جمل نفقات السنة الخمسية، بنرفعه يعني منضبه. أما إذا كان لا، تجديد الإقامة بعد مرور السنة الخمسية، يعني هذا بتصير نفقات الإقامة ضمن نفقات السنة الجديدة، لأنه مصاريف الإقامة هي من ضمن النفقات التي تستثنى. فإذا أنا دفعت قيمتها أثناء السنة وقبل حلول رأس السنة الخمسية فكون دفعتها، واللي بقي عندي يا ما بقي شيء يا اللي بقي. إذا أنا ضبيتها من الأساس ولكن ما رأت سنة الخمسين، معناته أنا ما أنفقتها الآن. إيه، لأنه بدي أنفقها. هي صارت من نفقة السنة القادمة. صحيح، لا تستثنى. طيب، لو اشترى سيارة بالتقسيط هل عليها خمس؟ طبعا إذا كان عم يدفع إقساطها
من خلال كسب السنة، هذه الأقساط اللي دفعها خلص هذه اندفعت ما عليها خمس، والسيارة هو أصلا استعملت فما في داعي خلص هي من حاجاته. المونة المخصصة أو المخمسة وبقيت لسنة أخرى، هل يجب عليها الخمس؟ ما دام مخمسة لا، لا يجب عليها الخمس مرة ثانية، يعني نفس حكاية رأس المال السابق. هل يوجد شروط للزواج بامرأة ثانية، وخاصة أن الزواج وظيفة وظيفته الاستقرار والأمان، وفي حال الزواج الثاني سينعدم هذا الأمر، وهل في هذا المجال يترتب ذنب على الزوج وقد أخل بعنصر الأمان والاستقرار وزعزعة كيان الأسرة ومع اتصال؟ تفضلوا. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا عندي سؤال إذا بتسمح. تفضلي. بالنسبة لموضوع الكفن، أنا طلعت أنا والزوجة على الحاج وجب لي جبت كفن، فهلأ عليه خمس، هو هيدا عليه خمس، هذا يعتبر من الحاجات، من الحاجات ما عليه خمس. طب مولانا عندي سؤال تاني، أنا كنت حاطة مصاري بالبنك وهي المصريات مخمسة، بس هلأ في شغلة عم نعملها بالبنك إنه بتاخد مصاري بتصرفها على السيارة، في الربح منهم بدي خمسهم كل نماء وكل كسب، هذا على نفس الشروط، إذا فضل عندك عند حلول رأس السنة بده تخميس. بس انت عم تحصلي حقك الأساسي يعني ولا لا؟ لا أنا إجبارا أنه هلأ مثلا هاي الدرجة هلأ بالبنوك يعني حتى لو خدتي عصيرة فيه، يعني بتكوني انت أصلا حصلتي رأس المال اللي حطيه. ايه بحصل رأس زيادة أنه رأس المال مثلا أنه بس بيطلع لي حبة مسك، يعني حبة مسك بدأ تخمس لحبة مسك إذا ما صرفتهم قبل قبل رأس السنة. إذا صرفتهم قبل رأس السنة فمبارك عليها. طب في اصرفهم انا بالبيت فيك تصرفيهم واللي بيعطيني زوجي يعني كموضوع هديه انه اصرفه انه ادخرهم ولا لا علي نفس الشيء عن السيد فضل الله، حتى الهديه بدها تخمس اذا زادت. مشكور اهلا وسهلا فيك. طيب اذا الزواج الثاني شيخنا، شوف نحن انا ما بدي فوت بفتاوى الفقهاء وشو بيقولوا بيجوز ولا ما بيجوز، نحن خلينا ننطلق من فلسفة الزواج. نعم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني الله سبحانه وتعالى عندما جعل سنة الزواج إنما جعلها لتحقق السكينة بين الشريكين بين الزوجين. No. والمراد بتسكنوا إليها يعني لتهدأوا لتطمئنوا لترتاحوا. فإذا كان الزواج بده ينعكس إلى عنصر اضطراب وعنصر قلق وعنصر إزعاج لأي من الطرفين، صار خلاف الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الزواج. وعادة العاقل إنما يأتي بما فيه المصلحة، بما يحقق له السكينة والهدوء والاستقرار. لا. أيضا في مورد آخر الله سبحانه وتعالى عندما أشار إلى إباحة التعدد وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ومن هنا أفتى الفقهاء بأنه في حال التعدد لابد من العدل بين الزوجات. فإذا الإنسان قادر أن يعدل بين زوجاته في الحقوق فلا بأس أن يعدد، لكن إذا عرف هذا الإنسان بأن التعدد سيؤدي إلى ظلم بعض زوجاته بحيث أنه هو غير قادر على أن يعطي كل الزوجات حق ما تستحقه عليه، فيضطر أن يعطي واحدة على حساب الأخرى، هذا ظلم والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم والظلم حرام. وأن تعطي إنسان على حساب إنسان آخر أيضا هذا خلاف الإنصاف خلاف العدل،
يعني بهالحالة سقط شرط من شروط طبيعي، لذلك مشكل. لذلك مشكل. فلذلك ننصح نحن دائما الإنسان عندما يفكر بالتعدد، ما لم يكن هناك سبب موجب للتعدد ويرى نفسه غير قادر على الإنصاف والعدل بين الزوجات بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي لكل نسائه حقوقهن، فلا يقدم على هذه الخطوة. حتى لو فرضنا البعض بيقول لك يا أخي الحمد لله مصاري قد ما بدك وقادر أعطيهم، بس أنت حتى من الناحية النفسية مش قادر. المسألة مش بس أنه أنت تفتح لها بيت لهالمرة ها وتطعميها وتسقيها وتلبسها، كمان بدها الجنب الروحية، الجنب النفسية. أنت إذا بدك تتحول، أنا والله تزوجت امرأة ثانية أو ثالثة، إيه عم بعطيها، شو بدك؟ بدك 1000 هاي 2000، بدك ثوب هاي 3، نعم بدك سيارة هاي سيارتين عندي، ما عندي مشكلة، ولكن ما إلها أي وزن عندي من الناحية الإنسانية والناحية النفسية والناحية الروحية والناحية الجسدية، لأني مشتغل بالإمرأة الأخرى وملتهي عنها بالإمرأة الأخرى. نعم. طيب أنا عم أذيها لهذه الإنسانة، هي ليست مجرد كائن يحتاج إلى طعام وشراب ومكان يأويه فقط. فأنا هلأ ما عم بحكي بيجوز أو لا يجوز، البعض قد يرد الآن يقول لي إيه بس الفقهاء ما قالوا أنه لا يجوز. أنا ما عم بحكي بجنبة يجوز ولا يجوز، أنا عم بحكي بالجنبة الروحية، الجنبة الإنسانية، أنه هذا الزواج هل يؤدي غرضه أو لا يؤدي غرضه النفسي والروحي والفكري والجسدي. نعم. فنحن لابد أن نرتقي فوق الأمور التي تقف عند حد حلال وحرام فقط، كما بدنا نلحظ الجوانب الأخرى، لأنه الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن العلقة الزوجية قبل أن يدخل في بيان حقوق وواجبات كل من الزوجين تحدث عن الجنب الروحية والفكرية. نعم شيخنا، عم تقول أنه هل أستطيع أن أسكن في بيت عمتي أو أذهب إلى بيت عمتي وهي عندها ولد؟ هلأ من حيث المبدأ يمكن أن تذهب ويمكن أن تسكن مع المحافظة على الجو الشرعي والحدود الشرعية، إذا أمكن الحفاظ على الحدود الشرعية فلا مانع. يعني بدنا نشوف أنه الولد قديش عمره مثلا، مهما كان مكلف أو مش مكلف، حتى لو فرضناه كبيرا بالغا ويجب أن تستتر منه، ما دام قادرة أن تحافظ على الحدود الشرعية وتلتزم بالضوابط الشرعية هي وهو، فلا مانع من حيث المبدأ، لأنه هي مش عايشة معه وحدها، لنقول أنه في خلوة مثلا بينها وبين شخص آخر، نعم. لا هي عم بتعيش مع العائلة، فما دام أنه قادرة أن تلتزم من دون أن يشكل ذلك لها حرج أو للآخرين يشكل لهم حرج، فما في مانع من حيث المبدأ. أما نعم لما ما بدها تلتزم بالضوابط، يعني هي لحتى تسكن مضطرة تسقط بعض الضوابط الشرعية وبعض الحدود الشرعية وتتنازل عنها، فهم بيصير في إشكال شرعي بهذا العمل. بيقول شيخنا، أختي تعمل في مؤسسة ولديها زميلة أمينة في العمل، ولكنها لا تنتبه في عملها بحيث يتم التطابق بين المال المجموع في آخر الدوام مع الفواتير بحيث يكون أحيانا أكثر أو أقل، ما بتسجل المدفوعات، لذلك فهي تسلم المبلغ وصاحب العمل يعلم بأن المبلغ مطابق لمجموع الفواتير وهو لا يعد المبلغ بعدها. هل يجب على أختي أن تبلغ صاحب العمل بهذا الأمر؟ يعني ظاهر عم يصير في خلل بالآخر بآخر الدوام، أنه أحيانا ما بيطابق، أحيانا ناقص، أحيانا زايد، فلازم تنصحها ولا لا؟
طبيعي هون إذا كان عم بيحصل ضرر. أما هلا مرة أنا لا عم بسلم كل شيء وفقد الفواتير، يعني لما بنجي من طابق الفواتير مثلا أو الوثائق التي تثبت المال المقبوض والمال المدفوع وكذا، ما عم بيكون في خطأ، ما عم بيكون في خلل، خير. هلا صح، وهذا خلاف الإدارة الناجحة. مظبوط، خلاف الإدارة الناجحة. فلا بأس أن توجه لها نصيحة، وإلا إذا كانت الأمور منضبطة والأمور ماشية وما عم بيصير غلط، ما عم بيصير نقص، ما عم بيصير شيء، يعني حرصا عليها، حتى هي إذا صار نقص وما وما ضابط الأمور بدها هي تتحمل مسؤولية النقص. عم تقول شيخنا حفيدتي بمدرسة رهبات سألها الأستاذ من كتب القرآن، فشو بدها تجاوب؟ بتقول له أصحاب النبي. أصحاب النبي كتبوا. أه؟ لأن القرآن لم ينزل كتابا مطبوعا، وإنما كان يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر من حوله من أصحابه أن يكتبوا هذه الآيات في رقاع، وما كان في مطابع مثل اليوم. نعم، كانت تكتب في رقاع. ونحن نقول لها قولي له لمن يسألك من كتب الإنجيل والتوراة، هل نزل الإنجيل والتوراة على موسى وعيسى مكتوبا في صحيفة أو في كتاب، أو أنه كانت تتلى عليهم هذه وكانوا يدونوها ثم بعد ذلك جمعت وطبعت بهذا الشكل المتداول؟ طيب. والقرآن نفس الشيء. مقصود مش الرسول الأكرم هو الذي كتب لا القرآن. لا 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 لا، مش الرسول، لا أصحاب الرسول، إيه من حوله كان يأمرهم اكتبوا كذا اكتبوا كذا، هذه ضعوها في المكان الفلاني، هذه ضعوها في المكان الفلاني، وبعدين جمعت هذه الرقاع وصارت بهذا الشكل المتداول وتطورت مع الزمن، مع تطور الطباعة وما إلى ذلك تطورت. الكفة. إلا إذا كان مقصوده من كتب، يعني أنه هل هذا من تأليف النبي أو هو منزل عليه من قبل السماء، نقول لا هو منزل عليه من قبل السماء. نعم، حتى لو خطه هو بيمينه في الرقاع لكن تلي عليه وحيا ثم دون في هذه الرقاع بعد ذلك. نعم. الكفن لو ضل 4-5 سنين يا أخي، هو هذا الكفن مثل أي ثوب، يعني هلأ نحن لما بنقول إذا إنسان جاب مثلا فرش للبيت من شان الضيوف، إذا إجا ضيوف بيستعملهم ومرقت سنة ما إجاني ولا ضيف. نعم. بس يصدق أنه أنا محل للاستضافة ولا لا، وهذه محل احتياج ولا لا؟ نعم محل احتياج، بس هاي بتنلبس وهاي بتستعمل في مناسبة معينة وما مرت هذه المناسبة. والكفن، الكفن مش جايبه أنا لا حتى ألبسه قميص كل ما بطلع مشوار، الكفن بلبسه لما بموت، وظيفة محددة. ايه؟ فإذا هو محل احتياج إلي، يعني ما عليه خمس، ما عليه خمس، أنا جايبه لحتى يلبسوني إياه وقت اللي بدي سافر السفرة الأخيرة. طيب، عم يقول شيخنا أنا بشتغل بمقام وإجينا هدايا عبارة عن تريات، والتريات نحن مش بحاجة لها للمقام، فينا نبيعها على مصلحة المقام؟ هي بحسب، إذا كان هو متولي الوقف وبحسب الوقفية، إذا كان لا تصلح ولا محل لها للاستخدام في هذا فيمكن أن تبقى وقفا ولكن توضع في مكان آخر بنفس المواصفات، مش ضروري بالمقام، مش ضروري بنفس المقام، يعني ممكن إذا كان مسجد فيمكن أن توضع بمسجد آخر، إذا انتفت المصلحة لها والاستفادة منها في نفس هذا المسجد فيمكن أن توضع في مسجد آخر، يمكن أن توضع في مقام آخر، في مسجد آخر. هل إذا لم يبقى لها مكان آخر يمكن الانتفاع بها وبقائها يعرضها للتلف، حينئذ يمكن أن تباع وتنفق على نفس المكان الذي وقفت عليه، أو يشترى بها شيء آخر يجعل وقفا. صحيح، ممكن أنه تباع لمصلحة المقام ولكن بعد نفاذ الأمكن اللي ممكن تروح لها. نحن بيخلص وقتنا هون سمحت شيخ، نشكركم جزيل الشكر بنهاية لقائنا، ونشكر أعزائنا المتابعين، ونأسف لعدم الإجابة على كل الأسئلة، نعدكم إن شاء الله أن نجيب عليها غدا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يسألون.